وليعلم أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر سواء بسواء، لما جاء في الصحيحين من حديث عماد بن ياسر أنه صلى الله عليه وآله وسلم وضح له التيمم ضربة واحدة يضربها على الأرض ثم يمسح وجهه ثم يمسح بكفه اليسرى على كفه اليمنى ثم يمسح اليسرى. هذا هو التيمم سواء كان للحدث الأصغر أو كان للحدث الأكبر الذي هو الجنابة.